هنا من مدرسة الأمل في مخيم المحمود لمنظمة العمل من أجل الإنسانية. مدرسة الأمل تتكون من 13 شعبة من المرحلة الابتدائية. اجتمعنا ببعض أولياء أمور التلاميذ والطلاب في مدرسة الأمل باقتراحات وآرائهم في فتح مدرسة إعدادية. مثل ما قلنا احنا نتشكر مدرسة الأمل على المجهود الطيب، كادر مع إدارة مع أعضاء هيئة تدريسية كامل على المجهود الطيب اللي قدموه بالمرحلة الأولى. لقينا هالشيء هذا لمسناه عند أطفالنا بشكل عام، كانت من أفضل المدارس الموجودة على الإطلاق بالمخيم. صداها كتير كبير عند الأهالي، استفادت كتير الطلاب على هالموضوع. لكن حاليا احنا عندنا مشكلة، حاليا الطالب عم يوصل الصف السادس وعم يوقف عن التدريس. اليوم احنا بحاجة مدرسة إعدادية، لأنه أولا مو كل الأهالي فيهم يبعثوا أولادهم على المدارس الإعدادية برا أو على المعاهد، كونه أولا المسافة بعيدة، اثنين الموضوع مكلف ماديا، ثلاث في مخاطر حماية كتير كبيرة، مثل عنا مثلا الاستغلال، مثل عنا رفقة السوء، مثل عنا ضياع الولد. احنا نأمل من مدرسة الأمل تكفي مشروع الممتاز وتساوي لنا مدرسة إعدادية هون، لأنه أولا ما في عندنا مدرسة إعدادية، ما حدا مهتم بهالموضوع. هذا مدرسة الأمل هي بادرة الأمل للطلاب بصراحة. يعني والحمد لله عندي أنا بنات من عمر 9 للعمر 18 سنة، أقدر أبعثهم أنه يكملن دراستهم برا، وأتمنى أنه يا ريت أنه يصير بمدرسة إعدادية، أنه إحنا بدها تقعد البنت بالبيت بالعادات والتقاليد، أو بدنا نجوزها من عمرها 17 سنة، هاي خلص دشرتي دراسة يلا عجيزة، أو أقعد التزمي بالبيت يلا ما تطلعين ما تفوتين ما يعني. نتمنى أنه لولا يصير بو دراسة من السابع للتاسع. عندنا السابع وثامن وتاسع. رقم 2 انه نغيروا الخيام ونخلوهم كرفانات. رقم 3 انه نعطوكم دروس في الكمبيوتر. شو هو اهم شيء بالنسبه لكم؟ تختاروا حاجه بس. السابع والثامن والتاسع. مين مع السابع والثامن والتاسع؟ يرفع ايده. بالاجماع. اغلبيه ويطبق. ديمقراطيه. ما شاء الله ما شاء الله. تمام. شو اسمك لسا؟ أنور. مرحبا يا أنور. كم عمرك يا أنور؟ 11. تمام، احكي لي يا أنور. مبسوط؟ مبسوطين، المدرسة تعلمنا القراءة والكتابة. مدرسة زينة. أنت تريد تواصل تدرس؟ إي. وين؟ لحد أنا لحد إيش صف؟ للتاسع. للتاسع، وبعد التاسع؟ السابع وبدنا ثامن. تمام. التعليم هو أمر مهم للأطفال، وإحنا لازم نكمل معهم.